قالت شركه فيسبوك انها اغلقت اكثر من ثلاثين حسابا وصفحه وهميه لها ارتباطات بوكاله ابحاث الانترنت التي توصف امريكيا بالذراع الرقميه للكراملن. واشارت فيسبوك الى انها رصدت محاولات للتاثير على الراي العام الامريكي مع اقتراب الانتخابات التشريعيه النصفيه وكان الموقع قد تعرض لوابل من الانتقادات بسبب استخدامه منصه للتاثير في الانتخابات الرئاسيه التي اوصلت ترامب الى البيت الابيض وقع التدخل الخارجي في الانتخابات الامريكيه ما زال يلقي بظلاله على تصريحات المسؤولين الامريكيين. مسؤولون امريكيون اكدوا ان اي محاوله للتدخل بالشؤون السياسيه الداخليه للولايات المتحده الامريكيه ستعتبر اهانه لن يتم السكوت عنها. اي تدخل في الانتخابات المحليه هو اهانه لديمقراطيه امريكا ولن يتم السماح بها. تصريحات بينس تاتي بعد ان كشف فيسبوك انه الغى عشرات الحسابات المزيفة بعد تحديد حملة نفوذ سياسي منسقة جديدة لتضليل المستخدمين وتنظيم المسيرات قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل الشركة اكدت انها حذفت 32 صفحة وحسابا من موقعي فيسبوك وانستغرام في اطار سعيها لمحاربة التدخل الخارجي في المشهد السياسي الامريكي محاولات منع التدخل في الانتخابات المحليه تتصدى لها الاداره الامريكيه بالتزامن مع استمرار التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه ودعم وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض وهو ما ينفيه الرئيس المثير للجدل ملقيا باللوم في كل مناسبه اما على سلفه الرئيس باراك اوباما او على المرشحه الديمقراطيه السابقه هيلاري كلينتون وفي حين تتواصل التحقيقات الاتحادية حول التدخل الروسي وما أحدثه من أثر على الانتخابات الأمريكية، تواصل شركات كبرى مثل فيسبوك بذل جهود حثيثة لدرء شبهة التساهل مع حملات التأثير والاستعمال الموجهة لبيانات المستخدمين. ينضم إلينا من عمان الدكتور عمران سالم، الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمّان. الاهليه. دكتور سالم اهلا بك، كيف يمكننا معرفه طبيعه الحسابات اذا كما كانت وهميه ام حقيقيه؟ بسهوله ممكن التمييز بين الحسابات الحقيقيه والوهميه. الحسابات الحقيقيه عاده بتكون حسابات قديمه، بيكون في عليها محتوى مفيد عاده ومنوع اجتماعي، سياسي، اقتصادي، احيانا رياضي يعني ميول الناس تقريبا بتكون موجوده داخل الصفحات لكن الصفحات العاده الوهميه بتكون صفحات جديده وبتكون موجهه في اتجاه معين مثلا اتجاه سياسي للتاثير على سبيل المثال يعني كل الصفحات اللي في نهايه الامر اغلقوها كانت صفحات موجهه اعلاناتها كانت في اعلانات مموله أيضاً بالإضافة أنها كانت موجهة باتجاه الانتخابات والتأثير برأي الناس. طيب لذلك ممكن طبعاً مش كل الناس بيستطيعوا أن يميزوا بين الصفحات الوهمية والصفحات الغير وهمية. نعم، في أكثر من 300 طبع. ألف حساب حقيقي يتابع على الأقل صفحة من هذه الصفحات. لماذا انتظرت فيسبوك فترة من الزمن؟ يعني هذه الحسابات ليست بجديدة، مضى عليها وقت من الزمن حتى الآن حتى تقفلها. نعم هي القضية انه المحترفين اللي عملوا الصفحات هذه يختبئوا خلف يعني برمجيات تخفيهم عن اماكن وجودهم، هم كانوا يبحثوا عن صفحات ممولة من روسيا او قادمة من روسيا او خلينا نحكي بلغة تقنية الاي بي ادرس قادمة من روسيا، لكن تبين انه المستخدمين هذول تقريبا 32 صفحة كانوا مختفيين خلف برمجيات بتغير اماكن وجودهم بحيث انه ببينوا انه هم يمكن في امريكا او في اماكن اخرى غير روسيا، هم لانه اصابع الاتهام الان متوجهه الى روسيا، فلذلك هم كانوا يفكروا انه دائما هم في روسيا، لكن تبين هذه الحسابات كانت خارج روسيا بشكل وهمي، استطاعوا بخداع فيسبوك انه هذه الحسابات ليست في داخل روسيا نعم. لذلك اخذ وقت معهم للتحقق حتى تبين لهم تقريبا انه هذه الحسابات فعلا مموله طيب كما ذكرت لا الى الان ما في ادله الموضوع جديد روسيا ما في أدلة. هي الفكره انه من زمان بلشوا لكن نعم ولكن كيف يمكن التاكد من ان هذه الحسابات صحيح. لها بالخداع هي بروسيا. ممكن تكون في روسيا م. احيانا في هناك تحقيق جنائي رقمي يتم تتبع الاي بي ادرسز ويتم تتبع الحسابات وايضا الناس اللي بتعلق احيانا من خلال ربط كثير من الاحداث للحسابات المترابطه مع بعض هذه وبالاخير بيطلعوا بنتيجه تقريبا بنسبه معينه انه هذه الحسابات احتمال بنسبه كبيره جدا انها حسابات وهميه تدعم الانتخابات بشكل او اخر لتغيير راي الناس، فهي حقيقه تحتاج الى وقت من اجل تحقيق الجنائي الرقمي في الموضوع. نعم ولكن البعض دكتور عمران يربط ما تم استنتاجه من خلال من قبل فيسبوك بانه له علاقه بضغوط ربما امريكيه من قبل الكونغرس الامريكي بقول هذا ليس هناك دليل يعني ما تقول هذا ممكن انه من خلال تقنيه ممكن ان يكون مقبولا ولكنه ليس دليل قاطع على تورط روسيا في اختلاق هذه الحسابات هي ليست حسابات مخترقة هي الحسابات تم إنشاءها لهذا الغرض هي لم تكن حسابات أمريكية تم اختراقها من قبل الروس من أجل تغيير في الرأي العام هي حسابات أنشئت لهذا الغرض هذه الفكرة لذلك ممكن لفيسبوك من خلال التحقيق الجنائي الرقمي أنه يرجع لأصول هذه الحسابات ومعرفة متى وأين وكيف تم إنشاء هذه الحسابات وبالأخير بيحللوا أيضا المحتوى الخاص بهذه الحسابات هذه كلها مجموعها مع بعض بيطلع باستنتاج بالأخير أنه ممكن هذه الحسابات تكون حسابات مشكوك فيها على الأقل لتغيير الرأي العام في أمريكا نعم. لذلك تحتاج بعض الوقت حقيقة حتى يتم الكشف بشكل كبير جدا عن الحقائق ما وراء هذه الصفحات شكرا جزيلا لك دكتور عمران سالم الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمان الأهلية يا مرحبا وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الساعة الأخيرة إلى اللقاء